في مجال المصالحة. وإذا كان حبينا نتكلموا على مستوى المصالحة، أول من نادى بالمصالحة سنة 93 هو الشيخ محفوظ نحنح رحمة الله عليه. فوجد اتفاق المصالحة جاهزا فوقع عليه، ولكن الاتفاق السياسي الذي كان الجيش الوطني الشعبي حينها أو المؤسسة الأمنية حينها وما زال بعض أقطابها على قيد الحياة، أتمنى أن في يوم من الأيام أتكلم وأبوح ببعض الأشياء يسجلها التاريخ حتى إذا أخطأت يصوبونني أو يقولوا بأنك تفوهت بكلام لم يكن مبرمجا ولم يكن واقعيا. كانت ترغب المؤسسة الأمنية حينها أن تنسحب من الساحة السياسية وتترك السياسيين أن يقودوا المجتمع، ولم يكن لديها استعداد أن بإخطاء سياسيين تخرج الدبابة لمواجهة الشعب، هذا الشعب الذي ضحى. كانت تريد بأنه إذا أخطأ الحاكم وأسقطه الشعب بأي حراك أو مظاهرة أو كذا ليكون بديل من الشعب الجزائري ولا يكون الرد هو من الدبابة للأسف الشديد. لكن نرجسية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رحمة الله عليه رفض هذا المشروع وبقى على نفس. فكانت إذا كان حبيت تديروا تقسيم إلى كانت بداية عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو داهية في المناورات وداهية في الصراعات وفي التمسك بالحكم، يعني الواحد يقر له بأنه داهية في ذلك، استطاع أن يتحالف مع قوة صلبة داخل النظام الجزائري ليضرب بها قوة صلبة أخرى لعهدته الثانية، وقد استمر بذلك نتيجة هذه المناورة. ثم بعد ذلك استطاع أن يبعد قوة صلبة جاءت به وتحالفت معه لصالح قوة صلبة أخرى، ولكنها ليست كمجموعة أو ليست كهيكلية متراكمة إلى آخره. وحينها للأسف الشديد خسرت الجزائر تفكيك أهم مؤسسة فيها وهي مؤسسة الاستخبارات أو الأمن، وإلغاء بعض وظائفها بحجة أننا نظام مدني، وطبل لها في حينها عديد من السياسيين للأسف الشديد المكلفين بمهمة، ونزعت منها حتى صفة الضبطية القضائية، لم يعد لأجهزة أمنية من أجهزة الدولة الجزائرية ممارسة الضبطية القضائية في حين في أمريكا وفرنسا تمارس الضبطية القضائية. ففككت بعض أجهزتها للأسف الشديد التي كانت بحاجة إليها الدولة الجزائرية في تراكماتها، ولا أهم من ذلك أهم جهاز اللي هو النقاط الحساسة، جهاز لي بواسون سيبل اللي كان متواجد في كل في مؤسسات الدولة الجزائرية يحمي الاقتصاد الوطني، فكك وألغي دوره. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.